الوقت ياك. عندي لكم جوج اخبار زوينه، وانني انا بكل تواضع اختاروني من عند لاميري ديال باريس باش غادي نمثل المغرب كفنانه في المغرب 100%. سبيكتاكل اللي غادي يكون في اولمبياد 2024 في باريس يوم 1 الشهر، غادي نكون ان شاء الله في باريس. خبر زوين الاخر عارفينه هو انه ماكرون اعترف اعتراف رسمي بان الصحراء يلا كل شيء معايا يقول الصحراوية. الصحراوية ودينا معاك العيون، ودينا معاك العيون، ودينا. المفاجأة الأخرى واللي هي المشاركة ديالي في الألعاب الأولمبية في باريس 2024، مشاركتي في الحفل المغربي 100% اللي غادي يكون في ستاسيون افريك في جزيرة او ليل سان دوني في باريس. غادي يكون فيلاج ماروكا او فيلاج الأولمبي، غادي يكون في ليستون ديال المغرب، وغادي نحتفلوا بالطاجين المغربي وبالاكل المغربي وبالزليج المغربي، وغادي نحتفلوا كذلك ب كل ما هو مغربي من القفطان المغربي، وغادي نحتفلوا بالامازيغ بالامازيغيه، وغادي نحتفلوا بالمغربيه ديال الصحراء، مغربيه الصحراء اللي زاد اكد ماكرون، اكدت فرنسا اكيد انه هذا الخبر انه اكدت مغربيه الصحراء وحاجه كبيره، وهي لا نقاش فيها، ولكن زادت يعني خلت العلاقات ترجع ان شاء الله لمجاريها. فهذا هو المجرى الصحيح، هذا هو المسار الصحيح، واللي كيفهم السياسه هو هذا المسار ديالها. فمن خلالكم شكري الكبير لحنكة جلاله الملك محمد السادس الله يديم علينا 25 سنه من العطاء، وفي عيد العرش اللي قربوا احنا على مشاربه من خلال تيميزار كنقولوا له كل سنه وانت على راسنا تاج، كل سنه والمغرب والمملكه المغربيه الشريفه بألف خير تحت راية الله الوطن الملك. شكرا.